فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل الخوارج يعتبرون من أهل القبلة وهل يصلى خلفهم؟ وما ضابط من يصلى خلفه من أهل القبلة؟ سمعتم الكلام بهذا، أن العلماء مختلفون في حكمهم، هل هم كفار أو هم ظلال وفساق، على قولين، على قولين، والقول بتكفيرهم أقرب، لأن الأدلة دلت على كفرهم، فالقول إلى تكفيرهم أقرب. وأما الصلاة خلفهم فلا تجوز بناء على أنهم كفار، لا تجوز الصلاة خلفهم إلا إذا تغلبوا على بلد، كما ذكر الفقهاء، إذا تغلبوا على بلد وصار الإمام منهم فالمسلم يصلي خلفهم ولا يترك الصلاة مع الجماعة، يصلي خلفهم إذا تغلبوا. نعم.